تخيل يا دكتور ان المراه الاوروبيه في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام. انا يعني هدي المشاهدين سريعا كده بعض احصائيات سريعه عن هذا الامر. في 90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف، اللي اول ما تحصل اول مشكله او اي مشكله يقعد يعيط، يقول لك لا ده الراجل ده عامل شكل حريم، احنا عاوزين راجل راجل قضيه الضرب دي شبهه خطيره جدا معا. واحده واحده معانا مولانا اقول ان الله كرم المراه بهذه العقوبه عقوبه الضرب كيف كرمها بالضرب اي والله مش معقول كيف كيف قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح م. شوف كرمها ان ضربها لا يضربها على وجهها حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها عجيب إذا هو يضرب للتأديب وإذا ضرب لا يزيد عن عشر وإذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يفقع عينا أدب عند الضرب إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى بل يضربها بحذاء صدره كل هذا تكريم للمرأة هي تحتاج إلى تأديب تحتاج إلى تأديب فكيف يؤدبها زوجها بالوعظ فإن لم ترتدع ولا تنزجر بالهجران فإن لم تنزجر بالضرب وجعل شروطا للضرب لا تضرب الوجه ولا تقبح وأنت تضرب لا تقب لا تسب ولا تشتم يا ابنة كذا أنت كذا لا ممنوع هذا في طيب الإسلام يا لها. يضربها بإيه يضرب... نعم بعصا صحيح قالوا إن ضربها يضربها ضربا غير مبرح لا يترك أثرا يضربها بعصا قصيرة وإذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على أماكن الرأس التي تؤذي بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب كل هذا اختيار اختيار لاجراء العقوبة لكن هذا لا يكون الا عند استحالة الوسائل السابقة كمن تكريم الاسلام للمرأة انه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال اهل العلم الا في حالة واحدة عند امتناعها عن فراشه عند امتناعها عن فراشه نعم لأنه أين يذهب الرجل؟ هو يريدها وهي تمتنع عنه فياتيها بالوعد لا ثاني ثاني تاني دي, دي مهمه ثاني تاني دي انا عايز اسمعها منك تاني اي نعم يعني ما ينفعش واحد يضرب, يضرب مراته عشان اكل عشان شرب عشان لا ايوه لا يكون الا لاجل هذه المساله التي لا يستغني عنها